جزاكم الله خيرا. هذا السائل شحاتة من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال ويقول: أول ما يسأل فيه العبد عن الصلاة، فإن صلحت صلح باقي العمل. ما المقصود بصلاح الصلاة كفضيلة الشيخ؟ المقصود بصلاح الصلاة صحتها وأداؤها على الوجه المطلوب، لأن تكون صحيحة مستكملة لشروطها وأركانها وواجباتها. هذه هي الصلاة الصحيحة المقبولة، الصلاة التي إذا صحت قبلت وقبل سائر عمل. أما إن كانت الصلاة غير صحيحة إنها لا تقبل، وبالتالي لا يقبل سائر عمل، لأن الصلاة هي عمود الإسلام. نعم.